تعالوا نشوفوا الرئيس سادات بعد الانتصار راح الجبهة وحيى جنوده. تعالوا نسمع الرئيس سادات. أحمد الله، فقد كنت واثقا أنني سألتقي بكم في مثل هذا اليوم وتحت أعلام النصر، ففي آخر لقاء لي معكم ذكرتكم بأن شرف مصر أمانة في عنقكم، ولقد أديتم الأمانة وصنتم الكرامة ليس لمصر وحدها، وإنما لأمتكم العربية بأكملها. أبنائي الجنود والضباط، ليت مصر كلها معي اليوم لتراكم، ليت العرب كلهم اليوم هنا ليروكم ويفخروا بكم كما أفخروا بكم اليوم. دي كان كلمات الرئيس سادات في الجبهة مع جنوده وضباطه وقادته، كان بيكلم معاهم في هذا الخطاب النادر وهذه الكلمات النادرة. الرئيس سادات بعد الانتصار كان بيقول ان مصر بتحارب من اجل سلام، مصر بتحارب من اجل ان احنا نعيش في وئام، مصر مش دولة معتدية، عمرها ما كانت دولة معتدية.